الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، نشرة مفصلة للأنباء، أهلا بكم. تحية لكم وإلى العناوين. تدابير جديدة لإقلاع اقتصادي واجتماعي قوي تضمنها مخطط عمل الحكومة المصادق عليه بالأغلبية، وآلية جديدة للمتابعة تجسيدا لكافة الالتزامات استجابة لتطلعات المواطن. تحسبا للاستحقاق المقبل، شرفي يكشف عن ارتفاع الكتلة الانتخابية بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم، والشباب يتطلع إلى مشاركة قوية في الحياة السياسية. انتعاش نشاط تربية المواشي بالجلفة بفضل مرافقة الموالين دعما للاقتصاد الوطني. وبسكيكدا توقعات بارتفاع في إنتاج بذور البطاطا تحقيقا للاكتفاء الذاتي. حملة التلقيح متواصلة عبر الوطن للوقاية من فيروس كورونا وتحقيق مناعة جماعية. وبالعاصمة دوريات ليلية تجوب الساحات العامة تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي. مبادرة تطوعية للتهيئة وإضفاء الطابع الجمالي على مدينة وهران تحسبا للألعاب المتوسطية. وفي النشرة خرجة مع عشاق البحر والصيد بين الهواية والمتعة. أهلا بكم من جديد. تدابير وآليات جديدة تضمنها برنامج حكومة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن تصب في مجملها في بناء قواعد متينة لإقلاع اقتصادي واجتماعي فعلي. آلية صادق عليها أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية. المزيد مع أحمد خير الدين. بعد نقاش مستفيض دام 4 أيام، نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة. أغلب التشكيلات السياسية الموجودة في الغرفة السفلى للبرلمان بمجموع 318 نائبا صوتت بنعم على المخطط، بينما صوت بلا 65 نائبا من المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم حمص. مخطط عمل الحكومة الذي يرى فيه الجهاز التنفيذي انطلاقة جديدة نحو استعادة ثقة المواطن، والتي تعد أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة، فضلا عن ملفات أخرى لا تقل أهمية وفي صدارتها محاربة الفساد والرشوة والرداءة، نال ثقة أغلبية نواب قبة زغود يوسف. مخطط عمل الحكومة الذي يستمد رؤاه من برنامج رئيس الجمهورية حمل في طياته أيضا الالتزامات 54، حيث أكد الوزير الأول أن ما ورد فيه ليس سرابا يحسبه الظمآن ماء، بل خطة محكمة وفق معايير متابعة صارمة من خلال لجنة المتابعة على مستوى الوزارة الأولى. حصول مخطط عمل الحكومة على الضوء الأخضر من نواب المجلس الشعبي الوطني سيفتح الباب للانتقال إلى المرحلة الثانية، حيث سيكون الموعد بحر الأسبوع المقبل مع أعضاء مجلس الأمة ليناقشوا ويصوتوا عليه في خطوة تهدف إلى استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية. كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي شهر سهرة أمس في حوار خاص به التلفزيون الجزائري أن المراجعة الأخيرة الاستثنائية للقوائم الانتخابية أسفرت عن 164,286 مسجلا جديدا، لتبلغ الهيئة الناخبة بذلك 24,589,475 ناخبة. والمرة يعني الكتلة الانتخابية ازدادت، يعني كاين من ناحية التشطيب من أجل الوفاة وغير ذلك من الأسباب، زادت ب 164,286 ناخب، يعني ازدادت يعني السولد نتاعها.
يعني وصبحت الآن الكتلة الانتخابية 24 مليون و589 و475 نخل، يعني لأول مرة قاعدين نحسوا يعني بتطور تصاعدي في أن مجموع القوائم للأحزاب اللي جبدت الاستمارات اللي سحبت الاستقالات سحبت 8 ملايين و 131 الف و 524 استمارة. المجموع القوائم المستقلة سحبت 796 الف و 610 استمارات اكتتاب اكتتاب مجموع 8 ملايين و 928 134 47 حزب 47 حزب راهي سحبت ملفة الترشح. ترقية لحس المواطنة لدى الشباب وتمكينهم من المشاركة البناء في الحياة العامة، نظم اليوم قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية تظاهرة كروية بالعاصمة سانحة لتفعيل الحوار وتبادل الأفكار. يقول إسماعيل بوطيبان: تظاهرة رياضية تشجع الفئات الشبانية على التفاعل والاندماج فيما بينهم والانفتاح على الغير والمساهمة في الحياة العامة وتكريس وترقية حق المواطن. مقاربتنا الجوارية وتحسيس الشاب بالشاب هي اللي تأتي بالنتيجة بما فيها المشاركة في الشأن العام، المشاركة في الجمعيات، في المواسم والمواعيد المرتقبة منها الانتخابات المحلية إلى آخره، فمشاركة في مثل هذه الأمور تندرج ضمن ترقية حس المواطنة لدى الشباب اللي تعمل من أجل قدماء كشف الإسلام الجزائرية في تكوين شبابها إطاراتها. المشاركة في التظاهرات الرياضية هو شكل من أشكال ممارسة المواطنة وفرصة لتبادل الآراء والأفكار. طبعا النظرة ستكون أكثر إيجابية، خصوصا وأنه هناك فرصة للشباب للدخول في مسعى الانتخابات. كمواطن جزائري عندي الحق باش نشارك في الانتخابات هذه، باش ندي رأيي في هذه الانتخابات، وادعو من هذا المنبر جميع الشباب في المشاركة في تغيير إلى الجزائر الجديدة. من خلال هذه التظاهرة حاولنا بعث رسالة للشباب للمشاركة في الرأي العام، ترقية حس المواطنة والمساهمة إيجابيا في بناء الوطن من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة. بمثل هذه التظاهرات تبرز مساهمة المجتمع المدني في تكريس المواطنة الفاعلة لدى الشباب وتعميق إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم خدمة للوطن. شرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطلاق خدمة الصرافة الإسلامية على مستوى وكالته بأدرار من خلال عرض 14 منتجا موافقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. التفاصيل مع وهبة مسوج. نشاط الصرافة الإسلامية ببنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية أدرار والذي يعزز الاستثمار الإسلامي لاقى ترحيبا واسعا لدى المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين خاصة. اليوم اللي جاء هذا الصيغة الجديدة صيغة الصرافة الإسلامية، حنا يساعدنا احنا كمسلمين احنا نهربوا توجور نقولوا من الزانتيري وهذيك. اليوم الحمد لله انا شخصيا رايح نمشي معاهم في الصرافة الإسلامية. تقدمت للتحول حساب، انا خيرت هذا لان تلتزم مع البنود الإسلامية مع الشروط الإسلامية وفق الشروط الإسلامية، يعني خارج عن نطاق الربوي، وهذا مكسب لنا الولاية والجنوب بصفة عامة والفلاح بصفة خاصة. احنا على بالك باللي الفلاحة هذه فلاحة دارها ربي مباركة وماذا بها تكون طيبة. جيت نفتح كونت لهذه البنية هذه وان شاء الله نفتح ونزيد نفتح، وخاصة البنك خاصة المبادرة هذه اللي قامت بهذه المبادرة جيد جيدة. هذا النوع من التعاملات المالية وفق أحكام إسلامية إضافة إيجابية لاستقطاب أموال كبيرة هنا بأدرار. منتوج الصرافة الإسلامية التي تم تسويقه من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية هو بعدد 14 منتوج، 6 منتوجات خاصة بفتح الحسابات و6 منتوجات خاصة تمويل. هذه المنتجات موجهة إلى جميع فئات الزبائن سواء كانوا خواص مهنيين أو مؤسسات، كما هي موجهة لتمويل جميع القطاعات سواء كانت قطاعات صناعية، قطاعات خدماتية أو قطاع فلاحي. وحسب المختصين هذا النظام البنكي الإسلامي سيساهم عند رقمنته في انتعاش الاقتصاد الوطني ونموه.
ومن جديد بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى راهن قطاع الفلاحة. فضمن مساعي مرافقة الموالين لتطوير شعبة تربية المواشي، أبرمت بولاية الجلفة اتفاقية قطاعية بين مختلف الفاعلين بهدف التكفل الفعلي الأمثل بأهم الانشغالات. المراسلة والمتابعة لمريم بن عبد الرحمن. بإرادة وعزم كبيرين يحرص هذا الموال على تربية ماشيته وتغذيتها، نشاط يلقى رواجا كبيرا بولاية الجلفة التي تتميز بطابع رعوي ومقومات طبيعية وثروة حيوانية مهمة. كان ذا العام نذهب معها نبيع منها ونأكل منها ونأكل أولادنا ونأكل ونتعد. كان ذا العام شين نتمر بنوع معها صح نبيع بها بقلة الثمن ونشرب نخالة بربع مية غير عشرين نأكلوا فيها عم من بعضها بعض اللي كانت عدوا 500 نعزة والله هكذاك دايما زيادة تهبط. مخطط عمل وضعته الدولة لمرافقة شعبة تربية المواشي، إذ تحصي الجزائر ما يقارب 19,600,000 نعجة ولادة من سلالات متنوعة، حيث يحظى هذا النشاط بدعم الدولة لتقليل تكلفة الأعلاف وتوزيع مادة الشعير ومرافقة المربين. احنا هذا التنظيم احنا نريحوا كي نخدموا نلقاو امورنا معناها منظمه نريحوا، وكي نسوقوا انتاجنا بطريقه زينه نريحوا، لان الاتفاقيه رايحه تحدد شحال يشرع لنا مثلا الانتاج تاعنا. اهداف منشوده تحرص عليها الوصايه لتطوير شعبه تربيه المواشي، تجلى ذلك في مشروع الشراكه الثلاثيه. الهدف تاعها هي اغذيه الانعام بطريقه منتظمه، التمويل المنتظم للمسالخ بمادة اللحوم الحمراء، وخلق منافذ للموالين بعد إنهاء مراحل التربية. اليوم الدور الشركة الجزائرية للحوم هي عبارة عن ريجيلاتور، تعمل الوساطة بين المربي والمستهلك عبر المذابح الجهوية تاعها في كل من البيض، الجلفة، وعين مليلة وعنابة. في نفس الوقت نضمنوا منتوج صحي وسليم للحق المواطن في الاستهلاك إن شاء الله. تعد السلالات التي تتوفر عليها الجزائر من أفضل السلالات لجودتها ونوعية لحومها وصوفها. وتحقيقا للاكتفاء الذاتي في إنتاج بذور البطاطا، تعمل المؤسسة الناشطة في هذا المجال بولاية سكيكدا وبمرافقة المصالح المعنية تعمل على توسيع نشاطها وتفعيل سلسلة التسويق. المراسلة لعمر طبالة. أحصت مديرية المصالح الفلاحية لولاية سكيكدا 15 مؤسسة مختصة في إنتاج بذور وشتائل البطاطا. لو تدخلنا تاع الخارج لاس اولى ونزرعوها لهنا ونعاودوا لنا حنا كي توجد عندنا توجد البذور عندنا نبيعوها يديوها علينا الولايات كما نقولوا واد السوف تاع عين بسام تاع الجلفه البيرين يديو منا جهه تقالمه من عندنا زريعه سورتو الزريعه تاع الحرش مشهوره. تغطي هذه المؤسسه حوالي 15 حتى 25 ولايه وطنيه باجود انواع البطاطا. مؤسسات إنتاج بذور البطاطا بالولاية تسعى إلى الزيادة في الإنتاج وتحسين النوعية، معتمدة في ذلك على الدعم التقني والمادي الذي تتلقاه من طرف المصالح المعنية. 15 مؤسسة معتمدة لإنتاج بذور وشتائل البطاطا التي حققت الاكتفاء الذاتي على مستوى الولاية ولفلاحي ولاية سكيكدا، وكذلك تمول حوالي 23 ولاية عبر الوطن. ويبقى الهدف بإذن الله هو بلوغ الاكتفاء الذاتي من حيث بذور البطاطا، وذلك بحلول سنة 2024. تحقيق الاكتفاء الذاتي من بذور البطاطا هي الخطوة الأولى لتوفير المنتوج بالكميات اللازمة، وبالتالي التحكم في أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع. من التنمية الفلاحية للحركية الاقتصادية الآن، فبطاقة شبانية مؤهلة نجحت مؤسسة عمومية مختصة في تركيب وصيانة شبكات الإنارة العمومية، نجحت في تحديث شبكة الكهرباء عبر كافة أحياء وشوارع بلدية بشار. من بشار ببكر جعطوط. بفضل طاقمها الشاب استطاعت المؤسسة العمومية نور كهرباء التابعة لبلدية بشار أن تفرض مكانها كنموذج ناجح في مجال المقاولات، رغم أنه لم يمر على إنشائها 7 سنوات. كان تحسن كبير من حيث الإنارة، والشيء اللي راه في هذه المؤسسة
الشيء اللي في هذه المؤسسة اللي راه يبان مليح، معظم العمال تاعها شباب. هنا في الحي الرياضي كانوا عندنا بزاف دي بوان مظلمين، الحمد لله ملي جات المؤسسة 2014 الحي الرياضي ولا نور. هي انشغال نطرحوا على المؤسسة يلبوه لنا. بفريق تقني مؤهل يعمل ليلا نهارا لصيانة وإنجاز شبكة الإنارة العمومية. وأعمال المديرية التقنية وهي صيانة الشبكة الكهربائية المتواجدة على مستوى الولاية، واللي تعد أكثر من 20,000 نقطة ضوئية. وفيما يخص التقنيات المتبعة كاين سكون نابل الكليراج كونفونسيونال، والآن رانا في طريق إنجاز الإضاءة عن طريق اللاد. في هذا المجال استخدمنا طريقة تقنية آخر تقنيات الإنارة العمومية، يتم اقتصاد ما يقارب 55% إلى 60% من الطاقة، وهذا عن طريق تقنية سكون أبل لغراداسيون. طموحات المؤسسة بتوسيع مجال النشاط وإدخال التقنية الحديثة تماشيا واستراتيجية الدولة في خلق مؤسسات ذات طابع تجاري لتخفيف أعباء النفقات وضمان مداخل ذاتية. كشف وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن بحمد لوكالة الأنباء الجزائرية أن أولى كمية اللقاح المضاد لكوفيد 19 كورونا فاك سيتم إنتاجها على مستوى وحدة الإنتاج التابعة للمجمع العمومي الصيدل بقسنطينة ابتداء من يوم 29 سبتمبر القادم. وعن الحصيلة الجديدة، تم تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 188 مريضا للشفاء حسب وزارة الصحة. وفي إطار الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد كوفيد 19، نظمت مديرية النشاط الاجتماعي بورغلا بالتنسيق مع مديرية الصحة قافلة تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية والبدو الرحل بمنطقة البكارات بدائرة حاسم السعود. المزيد مع محمد سنوسي عياض. استكمالا لبرنامج التلقيح ضد فيروس كورونا، حملة من قبل النشاط الاجتماعي لولاية ورقلة وبالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك بتنظيم قافلة طبية باتجاه البدو الرحل والمناطق النائية. والله التلقيح هذا حاجة مليحة يعني، ومليحة لكل الناس يعني، بس هذا بينا كاع الناس تدير هذا اللقاح باش الواحد يولي متبري من هذا المرض إن شاء الله. جهود حثيثة وإمكانات بشرية ومادية سخرت لأجل التحسيس بأهمية اللقاح، خاصة بهذه المناطق البعيدة عن الوسط الحضري. قامت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية ورقلة بمعية الخلايا الجوارية لكل من عين البيضاء ومقوسة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بحملة تحسيس وتلقيح في منطقة حاسي البكرات، وبالتحديد للبدو الرحل. تنقلنا إلى حي البكرات حيث لقحنا مجموعة من المواطنين، وعطينا توصيات، وبالنسبة لبقية الآخرين الذين يلقحوا على أساس أنهم يلقحوا في أيام قادمة إن شاء الله. حملة التحسيس والتلقيح ما زالت متواصلة لتمس أكبر عدد من المواطنين، وبالتالي خلق المناعة الجماعية وتجاوز ذروة الوباء. وسهرا على تطبيق إجراءات الحجر الصحي، يكثف عناصر أمن العاصمة من دورياتهم ردعا للمتجولين دون رخص التنقل. هشام بوميدة رصد التالي. سنادي طوزاسون تعقل عليك ما عنديش طوزاسون تعبالك باللي رانا دخلت في الوقت تاع الحجر الصحي، وبالتالي لازم رخصة التنقل بس تمكنك بدأت تنقل في الطريق. التدابير الخاصة بالحجر الصحي إجراءات تسهر تشكيلات الأمن الوطني على تطبيقها والتقيد بها، والعينة بالعاصمة ليلا. احنا مسهرين اللي تبقوا القانون يا اخويا، احنا نشكرهم من هذا الباب، شغل ما مشي حقرو تغلط غلط تخلص. لا راك اللي يقولوا يطلقوك نورمال، ماشي اللي يقولوا يديروك معاك لي بروسيدور تاعهم. نخدموا في الليل ونجوزوا براجات بالوثائق تاعنا يعني ريغلو، ما كاين حتى بروبليم، وكل حاجه مسهله ما كاين حتى مشكل، صف اللي ما عندوش اوتوريزاسيون هذاك توجور يصيب المشاكل. حسب الارقام المقدمه وانواع المخالفات المسجله، الاجراءات صارمه خاصه مع وجود الحواجز الامنيه ليلا في كل مكان تقريبا.
بالنسبة للإحصائيات الخاصة بعدم احترام تدابير الحجر الصحي على المستوى الوطني، تم تسجيل 79,951 مخالفة متعلقة بعدم احترام مسافة الأمان. كذلك تم تسجيل 111,032 مركبة حولت إلى محشر بالنسبة لمخالفين لهذه الإجراءات الوقائية. تدابير الحجر الصحي لازمة لمجابهة تفشي الوباء، وجب التقيد بها ولزم ردع المخالف لها. في النشاط الحزبي، أعلن اليوم رئيس حركة المجتمع السلم عبد الرزاق مقري مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل. نشاركوا في الانتخابات. إذا فهمتوا هذه الرسائل شمروا على ذراعكم، قوموا بواجبكم لصالح بلادكم، مش لنفوسكم ولا لشخوصكم، لصالح بلادكم، لصالح الأمة نتاعكم، حتى نحفظ البلد مما يتهدده من مخاطر كبيرة. حزبيا أيضا أكد الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة خلال اجتماع مجلس الشورى أن المشاركة في الاستحقاق المقبل تمثل إسهاما فعليا للمواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصالح العام. إن المشاركة السياسية تمثل الإسهام الفعلي للمواطنين في صنع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالصالح العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين ليكون لهم دور فاعل في مقدرات الوطن عن طريق مجموعة من التدابير السياسية والتشريعية والإدارية. في الشأن الصحراوي، وحسب بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعي الفرسية والبوكاري. نظمت التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تضامنا مع زملائهم الذين يحاكمون على خلفية مشاركتهم في مظاهرات مايو الماضي. الوقفة عرفت مشاركة عشرات الأساتذة وممثلي النقابات رافعين شعارات تطالب بوقف محاكمة الأساتذة والتنسيقية عموما بهدف ثنيهم عن النضال والمطالبة بإسقاط التعاقد. شرق أوسطي، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق مختلفة شمال الضفة الغربية. تزامن ذلك واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى مع تطبيقات فرضت في القدس الشريف. كما أصيب عشرات الفلسطينيين نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المسيرات السلمية المناهضة للاحتلال في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. حول العالم، طواف إخباري في جولة سريعة مع خالد ذهبي. بعد سلسلة من الزلازل المتتابعة خلال الأيام الماضية، جزيرة بالما على وقع تحذير من المستوى الأصفر تحسبا لثوران بركانها، حيث دعا المسؤولون في جزر الكناري السكان إلى تهيئة أنفسهم لأي إجلاء محتمل بأعداد ما خف وزنه وغلت قيمته لحمله معهم إلى كوكب الأرض. عادوا بعد مهمة فضائية طويلة كللت بالنجاح، حيث قام الرواد الثلاثة بتفعيل محطة جديدة في الفضاء الخارجي ضمن برنامج إقامة قاعدة فضائية صينية في أعقاب رفض الولايات المتحدة مشاركتها في محطة الفضاء الدولية. من محشر للسيارات المعطلة إلى فضاء أخضر، حدائق مصغرة ومشاتل تنتج الخضر فوق أسطح المركبات، وبرك وجدت فيها الضفادع ملاذا. والمشهد ليس ضمن مشروع أخضر، بل وسيلة يكسب فيها سائق الأجرة رزقهم بعد أن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة. تحضيرا للألعاب المتوسطية في طبعتها 19 والتي تحتضنها وهران في 2021، حملة تطوعية لتنظيف المقر العلمي للتسلية والترفيه بالمدينة. المزيد مع خير مامي. العملية شاركت فيها لجنة التطوع للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بمعية المتطوعين في تنظيم التظاهرة. واليوم نلاحظوا هذه الحملة المتطوعية تاع لجنة التطوع للجنة التنظيم اللي قامت بحملة التنظيف
وهذا داخل في إطار المهام تاعها، لأنه نعلموا أن سر النجاح وأهم شيء في الدورة المتوسطية هو اللجنة، من أهم أشياء هو اللجنة المتطوعة، لأنها هما الوجهة الأولى اللي يشوفها الوفود. جئنا بمجرد أننا استدعينا، جئنا يعني مسرعين من أجل إعطاء وجه جميل لمدينة وهران لسكانها ولأبنائها، لأننا ليس فقط معنيين بالمجال الرياضي وإنما كذلك بمجال التنظيف. اليوم مديرية الأشغال العمومية قامت بحملة تطوعية، نشاط تطوعي مع الإخوان تاع لو سونتر دو لوازير. ربي يوفقنا كأولاد وهران، رانا هنا وتحضيرا للألعاب بحر الأبيض المتوسط. هذا نبينوا الامتحان اللي درناه كتطبيقي، اليوم رانا هنا رانا نطبقوا فيه على الارض الواقع. وقد اتينا في هذا اليوم من اجل الحمله التي نظمتها اللجنه لتنظيف المحيط الداخلي والخارجي لمركز التسليه العلميه، والذي هو الفضاء المخصص لجميع المتطوعين من مختلف اللجان. وتعد هذه المبادره بمثابه دوره تكوينيه للمتطوعين لتحضيرهم للالعاب المتوسطيه القادمه. نختم من البحر. ليست مجرد مصدر لكسب القوت، وإنما لحظات تأمل ممزوجة بشغف صياد لا يثنيه ترقب إشارة من صنارته عن معايشة نشوة الزمان والمكان. يحملون الصنارة شغفا، أما فريق التلفزيون فيحمل الكاميرا والميكروفون لرصد هذه الحالة. خليت واتيكان حاضرا. هنا بالواجهة البحرية لبلوغين بالعاصمة، كثيرون اختاروا السباحة والاستجمام بشواطئها، وفئة أخرى اختارت هواية صيد الأسماك بالصنارة بحثا عن الراحة النفسية. كاين اللي يحب لاشا الصومارين، كاين اللي يحب فلوكا، كاين اللي يحب فيكس، فيها بزاف صوالح هي صيادة. هنا الخلوي تاعنا في القصبة، عندك القصبة تاعك موليني، الطعمة ديالك سنانر البلون صديفون، كاين البلون اللي دوموندي يصيد بالكبير، كاين اللي يحب يصيد في الصغير. درجة أولى جوزوا الوقت، هلا هكذا نقصروا مع البحر تنسعقا همك. بسنارة وطعم والكثير من الصبر يقضي مولود أوقاته بعيدا عن ضجيج المدن وصخبها. الناس قاعد تهبط لهنا فوق الخمسات على شيء، قاعد يحبوا يهبطوا يريحوا لهنا، هو دي بريفيرونس يريح ليك في داره قدام باب تاع الدار، يقول لك نجي نريح لهنا كالي قصباني قاعد مع راسي. إلى جانب ما يجود به البحر من أسماك، يبقى الصيد بالصنارة موعدا مع البحر والمتعة، متعة لا يعرفها سوى من مارسها. وهو كذلك إلى تذكير بأبرز ما جاء في النشر. تدابير جديدة لإقلاع اقتصادي واجتماعي قوي تضمنها مخطط عمل الحكومة المصادق عليه بالأغلبية، وآلية جديدة للمتابعة تجسيد لكافة الالتزامات استجابة لتطلعات المواطن. تحسباً للاستحقاق المقبل، شرفي يكشف عن ارتفاع الكتلة الانتخابية بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم. والشباب يتطلع إلى مشاركة قوية في الحياة السياسية. انتعاش نشاط تربية المواشي بالجلفة بفضل مرافقة الموالين دعم الاقتصاد الوطني، وبسكيكدا توقعات في إنتاج بذور البطاطا تحقيقا للاكتفاء الذاتي. حملة التلقيح متواصلة عبر الوطن للوقاية من فيروس كورونا وتحقيق مناعة جماعية. وبالعاصمة دوريات ليلية تجوب الساحات العامة تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي. مبادرة تطوعية للتهيئة وإطفاء الطابع الجمالي على مدينة وهران تحسبا للألعاب المتوسطية. وفي النشرة كانت لنا خرجة مع عشاق البحر والصيد بين الهواية والمتعة. نهاية النشرة، أمسية طيبة في أمان الله. تقبلوا تحيات فريق الخدمة في رئاسة التحرير نصيرة تومي، أما المخرج كمال مالك
اختار أن يوقع النشر ببانوراما البحر والمدينة. إلى اللقاء.